ما استطاع أن يصلوا جماعة، يصلوا الآن فرادى، إنه يخاف هذا المجاهد خروج الوقت، فماذا يصنع؟ يصلي على حاله، حتى وإن كان يعني أحيانا ينحرف على القبلة أو يجري أو يصنع شيء من هذا في القتال. مثاله غرقت الباخرة وأخذ يسبح ودخل وقت الفجر، ماذا يصنع؟ صلي على حاله. نعم. طيب، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة أولا في أمور تكون في يوم الجمعة، من يذكر لي ماذا نصنع في يوم الجمعة؟ ما شاء الله، بسم الله. هل يوجد قراءة خاصة في ليلة الجمعة؟ لا، لأن هناك من هدانا الله إياه يقرأ في عشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة ويقول هذا من باب التذكير. هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. في صلاة الفجر قراءة خاصة؟ نعم، يقرأ في الأولى بالسجدة وفي الثانية بالإساءة. هل يعد هذا التطويل؟ لا، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يقرأ بهذا لا إشكال. إذن قراءة خاصة في صلاة الفجر أي فجر الجمعة، وقراءة خاصة في الجمعة بماذا؟ سبحوا الغاشية أو رتب في الجمعة والمنافقين. نعم. طيب، قراءة خاصة أيضا قراءة سورة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير لصلاة الجمعة، فماذا يصنع؟ يأتي في الساعة الأولى أي بعد الإشراق، هذه الساعة الأولى، يبكر للصلاة، يحرم التحلق قبل الجمعة، لكن بعد صلاة الفجر يصح أن يكون هناك درس كما هو الحال إن شاء الله غدا، لكن قبل الجمعة لا درس. نعم، لأنه نهي عن التحلق. يأتي في الساعة الأولى، ما الحكمة من هذا التبكير؟ نعم، فتح الله عليك شريعة ليس لك إلا الرضا والتسليم. في كل عيد لابد أن نقرب قربان، في عيد الفطر تقرب قربان وهو زكاة الفطر، في عيد الأضحى تقرب قربان الأضاحي، الجمعة عيد تقرب قربان، خفف الله عنا، وهذا من نعم الله، وأن الله سبحانه وتعالى جعل التبكير مقابل هذا. نعم، التصدق في العيد. الجمعة عيد الأسبوع، هل يشرع في يوم الجمعة التهنئة بيوم الجمعة؟ وانت ترى الآن في الرسائل جمعة مباركة، يصح يا أخي؟ جمعة مباركة لماذا؟ لأنه كان الصحابة رضي الله عليهم تأتي عليهم جمعة ولم يقل واحد منهم جمعة مباركة، جمعة مباركة والسبت مبارك وأحد مبارك، صحيح؟ كل الأيام مباركة الحمد لله، أيام أهل الإسلام، صحيح؟ إذن لا يوجد تهنئة بالجمعة، يبكر يدخل إلى المسجد يصلي ما كتب الله له، ولا يوجد للجمعة سنة قبلية لأنها ليست بظهر، يصلي ما شاء ركعتين ركعتين،
يقرأ سورة الكهف، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينوع، نعم، حتى لا يمل، يدنو من الإمام. فإذا خرج الإمام، الإمام لا يبكر، يأتي على وقت الصلاة. الأحوط الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصلاة تقع مع دخول الوقت، يصح أن يأتي الإمام ويخطب قبل الوقت، لكن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الأحوط أن تقع صلاة الجمعة في الوقت، يدخل الإمام يسلم. إن دخل من هذا الباب مثلا، دخل يسلم على من مر عليه، يصعد على المنبر ويستقبل الناس ويسلم، إذن لا يصلي ركعتين تحية المسجد، يدخل مباشرة يسلم ثم يجلس، يبدأ الإمام ويؤذن أذان واحد، ثم بعد هذا يقوم ويأتي بالخطبة الأولى، ثم يجلس، ثم الخطبة الثانية، ثم بعد هذا تقام الصلاة ويصلي ركعتين جهرا وليست ظهر، يجهر فيهما بالقراءة، فيها استحب فيها القراءة. طيب، ولا تصح صلاة الجمعة دون أن تتقدم بخطبتين. نعم، أقل عدد تنعقد به الجمعة ثلاثة. أي نعم، إمام ومعه، مع الإمام، مع اثنين تنعقد الجمعة بهذا. هذا على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكرنا هذا نسير عليه. نعم، في الجمعة ساعة إجابة، فتح الله عليك، أقوال كثيرة فيها، من أرجح الأقوال أنها من خروج الإمام لن تقام الصلاة، هذا قول، وقبل غروب الشمس. نعم، غير هذا مما يكون يوم الجمعة. الاغتسال، غسل الجمعة واجب، التطيب للجمعة، يلبس أحسن الثياب، يجب عليه الإنصات للخطبة، لا يرفع اليدين عند الدعاء إلا في الاستسقاء، سواء من الإمام أو من المأمومين، يمشي ولا يرفع. نعم، وإن اضطر للركوب ركب، الحمد لله، ما الإشكال. الأصل أن تكون جمعة واحدة، نعم، هذا الأصل، وإن احتاج الناس إلى جمعة ثانية أو ثالثة دون تفريق الأمة يصح، وإلا حكمنا بما عليه مس الضرار. نعم، فتح الله عليك. نعم، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر؟ لا، لكن إن حضر المسافر وصلى يصح، يصح أن يكون المسافر إمام ويخطب. نعم، لكن من أقال مسلما أقاله الله يوم القيامة. نعم، أيضا يعظ فيها الناس وعظ، ومن فقه الإمام تخفيف الخطبة وتطويل الصلاة على ما ذكرنا من القراءة الخاصة. نعم، طيب، صلاة العيدين، العيد عند أهل الإسلام، انظر إلى العيد عند أهل الإسلام،
يستقبل العيد بالطاعة لا بالمعصية، يستقبل العيد في أول النهار لا بالسهر وضياع الأوقات. نعم، يستقبل العيد بالنجاح والفلاح ومتابعة الأعمال الصالحة، خلافا كل من يسهر هذا إنسان فاشل ولا شك فيه. في عاقل يستقبل أول العام على أو العيد بالضياع والإسراف وترك الأموال وكذا ومفرقعات وكذا؟ هذا الذي يأخذ 100 يورو ويحرقها ماذا نقول عنه؟ سفيه. نعم، يأتينا يحجر عليه السلطان، يحجر عليه إنه لا يحسن التصرف في ماله، مفهوم؟ المهم لا نريد أن نتكلم أكثر منها، اللبيب بالإشارة يفهمه. طيب، تفعل في الصحراء اجتماع الأمة على صلاة عيد واحدة في البلاد، عيد الفطر. في عيد الفطر ماذا يصنع الخطيب؟ يذكر الناس بماذا؟ بالأحكام، الأحكام المناسبة. يذكرهم مثلا بالاستمرار على الأعمال الصالحة، بصيام 6 من شوال. نعم، أما في عيد الأضحى يبين لهم حكم الأضحية ومتى تذبح والشروط فيها. وعلى هذا طيب، يصلي بهم 2 ركعات بلا أذان ولا إقامة ولا نداء. النداء يكون للصلوات المفروضة 5 وللجمعة وللكسوف، أما العيدين والاستسقاء ليس هناك نداء. نعم طيب، ثم يخطب ويذكر الأحكام المناسبة. تكبير مطلق والتكبير مقيد. المقيد يعني بالصلوات المفروضة، أدبار الصلوات المفروضة، والمطلق يعني في كل وقت. متى يبدأ التكبير؟ في الفطر عند الإعلان، أي الإعلان بدخول الشهر أو بغروب الشمس في آخر ليلة من رمضان إلى يوم العيد بغروب الشمس، غروب شمس يوم العيد، هذا في عيد الفطر. في عيد الأضحى التكبير المقيد عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى أيام 4، يوم العيد وأيام التشريق 3. نعم طيب، بهذا ولله الحمد تم كتاب الصلاة. يبقى معنا كتاب الجنائز. كتاب الجنائز هو من كتاب الصلاة. ناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك الفقهاء يذكر المسألة في أول مكان تذكر فيه. الآنية لم يؤخر الآنية للأطعمة، قدم هنا، فيقدم الفقهاء دائما المسألة في أول مكان، ثم بعد هذا يقول قد مرت معنا. الآن كتاب الجنائز، ما الذي جاء بكتاب الجنائز هنا؟ الصلاة، لأن أكثر ما ينتفع به الميت الصلاة عليه. واحذر من مسألة، فتوى هيئة كبار العلماء، الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين وغيره من رحمه الله، تارك الصلاة بالكلية. تارك الصلاة بالكلية كافر كفر أكبر. إذا مات
صلى الله السلام العافية، لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث ولا. نعم يا أخي، أنت ماذا تريد من الكافر؟ تريد الكافر أن يصلي. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قال فقد كفر. ومن العجب أنه يأتي بعض الناس ويقول جاءني فلان وأراد أن يتزوج، يصلي؟ قال لا يصلي. إذن كيف يزوج هذا هو لا يصلي؟ حتى أحيانا يعني تسمع بعض الناس يقول فلان يسب الرب، يسب الدين ولا يصلي. سبحان الله، ماذا بقي في الدين أصلا إذا لا يعرف هذه الأمور؟ الآن هناك أمور قبل الوفاة وأمور عند الوفاة وأمور بعد الوفاة، هذا كتاب الجنائز، قبل وعند وبعد. قبل الموت، قبل الموت استعداد ليوم الرحيل، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فماذا تصنع؟ تستعد. هذا قبل، قبل استعداد. بماذا؟ بالأعمال الصالحة، المبادرة، الخروج من المظالم وكذا، أمر معلوم. عند الوفاة، عند الوفاة تلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، تلقن بلطف، تقول لا إله إلا الله، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في كذا حتى يقول لا إله إلا الله. فإن تلقن الحمد لله، وإن لم يتلقن تتركه فترة ثم تعيد عليه التلقين. لا تقنط قبل هذا، يأتينا المرض والوصية وكذا، تأتي بإذن الله تعالى. وقد مرت معنا في كتاب التوحيد أن يأتي بعض الناس للمريض وقال مسكين وما تستاهل وكذا، لا، يذكره بماذا؟ بالرضا بقضاء الله وقدره وغيرها، يلقن لا إله إلا الله. فإن مات ماذا يصنع؟ يقبض عينيه ويشد لحييه، يعني يربط ويلين له المفاصل. طيب، الإسراع بتجهيز الميت هذا إذا كان تحققنا من وفاته، يعرف أهل الخبرة أن هذا مات أو لا. بماذا؟ قال انحراف الأنف وكذلك القدمين. فإن تحققنا موت إنسان أسرعنا بتجهيزه وتكفينه، وإن كان موت فجأة قال لابد أن يأتي أهل الخبرة ويتحققوا من موت هذا. نعم. طيب، ماذا نصنع في مال هذا، أو ماذا نصنع بالمال الذي يتركه الميت؟ نصنع تدوم، هذا تدوم. نعم، أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي، تدريه من تدوم. تدوم أول شيء يصنع تاء، أي تجهيز الميت. بماذا؟ بالمعروف، لا إفراط ولا تفريط، بعد عمر طويل في طاعة الله.
مات الشيخ سعيد وترك 100 مليون يورو.